السلام عليكم. مجموعة من السيدات في شهر رمضان كيلتجئوا لحبوب منع الحمل باش يأخروا العادة الشهرية وبالتالي يتمكنوا من صيام شهر رمضان بالكامل. واش هاد المسألة كتأثر على الصحة ديالهم أو لا؟ أجيو معي نسولوا الطبيب. بزاف النساء في رمضان تيبغيو يحبسوا الدورة الشهرية ديالهم بلا بيلول ديال منع الحمل باش يصوموا هذيك 30 يوم. هي نورمالمون من الاحسن تصوم دينيا ولا دار ولا صحيا، من الاحسن تصوم لي جور ديالها وفوق ديال لي غايل ديالها خصها تفطر. الحقيقه من الاحسن ايفيتي، لان من بعد تيكونوا مضاعفات ديال تيتكونوا دي كيس اوفاريان ولا تيكون دي تروبل دو سيكل، اللي باش نقادو هاد الدوره الشهريه تنبداو نتسناو باش ريتابليو لو سيكل ناتوريل. دونك خصنا شهرين ثلاث شهور باش نرجعوا للدوره الشهريه كيما قبل. هناك حالات اللي مثلا عند السيدات عندهم ان كيس ولا عندهم ان فيبروم ولا عندهم تكيس في المبيض، تيكون عندهم اصلا الدوره الشهريه مخرقه، هادو ميديكالمون راه تنعطيهم ان تريتمون سوا لا بروجيستيرون سوا لا بيليل باش تيفيتي باش ما يكونش هذاك الاضطرابات في الدوره في رمضان الدوره الشهريه، وباش تصوم الشهر ديالها بدون مشاكل. اما السيدات اللي عندهم دي فيبروم ولا دي كيس ولا لوندوميتريوز ولا هذا، تيكون عندهم دي تروبل دو سيكل، هنا راه ميديكالمون فاش نعطيو ديك لا بيليل، هذيك لا بيليل راه تتعالج لنا المشكل اللي عندهم. و بروفيزو اون اتوندون بروفيزوارمون تيدوز رمضان، اللي عندها كيس راه تتفتح ليه، اللي عندها فيبروم راه تتفتح ليه. دونك تنظموا ليها الدوره الشهريه في رمضان. اللي بغي ناكد عليه هو الفو ايفيتي هاد الطريقه ديال باش نحبسوا لي غاكر في وقت رمضان. اما السيدات اللي عندهم ان كيس ولا ان فيبروم ولا لوندوميتريوز ولا دي تروبل دو سيكل، اللي هما اصلا عندهم دي بيرتورباسيون ديال لي غاكل وسيرتو في رمضان، هنا تتكون ان انديكاسيون ميديكال تنعطيهم ان تريتمون باش ما يبقاوش يجيهم لي سانيومون في رمضان، باش يصوموا رمضان ديالهم بدون مشاكل. ورمضان مبارك كريم.